سلمت البضاعة وقبضت حقها، كتير مبسوطة. عظيم، تصرفيهم بالهنا. لا مع بعض، قلت لهم لأهلي رح أتغدى مع خليل. يلا عزمتك على الغدا. شو عم تحكي ميرنا؟ يلا جاي فورا. أساساً في شي بدي خبرك يا. لا، شو بدك تقلي؟ لا، ما بيصير. لشوفك منحكي بالتفصيل، تمام عمري؟ ايه، لوين العزيمة؟ يلا بسرعة قليلي وين؟ على محل الكفتة يلي عالشط بالزاوية. ايه بالضبط، ما تطول عم استناك. اجا حدا. زاهر؟ امي نحنا. ها؟ صار يقول نحنا، شفتي؟ كأنها استوطنت عنا. مرحبا. أهلين وسهلين يا ابني. شوفي، ليش واقفين هيك؟ إيدك تاتي. الله يرضى عليكي. خير؟ شبك أمي؟ أنا بعرف أنك رح تعارضي. يا حوينتك. الله يوفقك أمي، بدون ما نتزعل هلأ. أنا ما رح أرجع عن قراري. معقول هالمرة بدها تصير كنتي؟ ماما لا تقولي هي، ليلى رح تصير مرتي. قلت لنا حياتها بخطر وجبتها على البيت وما حكينا، دخلتها على حياتنا وقعدتها على سفرتنا وما حكينا، رح تتجوزوا كمان؟ زو انت معمي على قلبك ومو عارفان بشو واقع. انا عم شوف القصة مو مثل ما عم تشوفيها. انا بعرف شو في جواتها وما بدي اسمع ولا كلمة. ماشي ماما؟ اللي عجبك؟ بجنن. وبس يزيد ربحي أكتر رح أخذك على المطاعم الفخمة، وأنا كمان رح أتولى الضيافة لأولياء الأمور ويمكن يجيني زباين منهم وهيك بيقوى شغلي. هذا الموضوع اللي بدي أحكي. مشان تقوي لازم تفكري بالأكبر يا ميرنا، إنك تشتغلي بالبيت وتاخدي وتجيبي بالتاكسي صعب. شفت محل جاتو بجنن، صاحبه مضطر يبيعه، شو رأيك ناخده؟ لبين ما يصير معي مصاري وقدر افتحه بده وقت كتير. انتي ولا تفكري بشي، انا رح اعمل كل شي. مستحيل خليل، ما رح اقبل. ميرنا لو سمحتي، انا حابة ابني حالي لحالي، ارجوك افهمني ولا تحرمني من هالحلم. بتعرفي انك انتي كتير وحدة عنيدة؟ بعرف. طيب عندي اقتراح تاني. ما رح اخذ ولا قرش منك خليل. يا الله، طيب روقي. مو مني، تاخدي قرض من البنك، أنا رح أكفلك وبس، وبقدم لهم الضمانات اللي بدهم إياها، تمام؟ بتأسسي شغلك وبتوفي ديون البنك. معقول؟
طيب خلينا نتحرك بسرعة لكان. بعرف ما بدك مصاري، بس لازم تعرفي اني دائما رح كون واقف جنبك ورح اجي ساعدك كمان، ووقت العجقة رح اقدم السيرفيس مثل ايام برلين. واخواتك كمان بيساعدوكي، بيأمنوا اللوازم وبيوزعوا الانتاج، الدعاية والبيع والشراء، بس تبدو بتتعلموها وقتها ما رح ينحكى معي. ممكن والله، أنا واثقة بحالي كتير. وأنا كمان واثق فيك. شوفي. شواربك. راح خلاص. لك يسلمولي الخدود.